جرت العادة على أن المستثمرين يبحثون في كل قانون كل بلد وعن العمل القضائي في كل بلد قبل استثمار موجوداتهم وممتلكاتهم، لأنهم يجب أن يكونوا مطمئنين على ما استثمروه حتى إذا وقعت بعض الأزمات وبعض الخلافات يكونون مطمئنين إلى أن العدالة ستحقق لهم الإنصاف وستحترم بنود العقود التي أبرموها وتوفر لهم الحماية اللازمة على أموالهم. ولذلك نعتقد، وهذا جاء واردا في الرسالة الملكية السامية، على أن دور القضاء في حماية الاستثمار وفي حماية فرص الشغل وأيضا في حماية السكينة الاجتماعية هو دور كبير جدا، لأنه يخلق الطمأنينة والثقة للمستثمرين ولعامة الناس، مما يوفر الأمن القضائي الذي يعتبر ضروريا إلى جانب الأمن القانوني لتحقيق عملية التنمية في المجتمع. نعم، طبيعة الحال الرهانات متعددة والتحديات متعددة، فنحن في عالم فيه المنافسة شرسة، منافسة دولية وحتى على الصعيد الداخلي، وصناعات بعض الدول تقتل صناعات الدول الأصغر، والاستثمارات تتجه للجهات المربحة أكثر والجهات التي توفر الحماية للمستثمرين. المستثمر عادة يبحث عن الربح ويبحث عن فرص لزيادة موجوداته، فيجب أن يوفر له الدولة التي تسعى إلى جلب الاستثمارات، يجب أن توفر له هذه الإمكانيات، ولكن يجب أن تضمنها له أيضا، والضمان لا يكون إلا بتوفير نظام قانوني ونظام قضائي فعال. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.